كلا محمير كيف ما بغى يكون غادي يهز بعض الناس، وخصنا باش نرضوا عليه ونرضوا عليه بالوثيقه. ف الاستاذ نور الدين الحداد كيتكلم على هاد الامور وكيأكد على ضروره استثمار اسماء اللي كيشوفها بانه قليله، فيها 5 ولا 6 ناس اللي كاين في المغرب اللي ممكن انهم يقوم بهالشيء هذا، لابد من استثمارهم. بمعنى انه كما قال صاحب جلاله وكما فهمنا من كلام صاحب جلاله، انه قضيه الصحراء ماشي غير قضيه ملك، قضيه شعب كله بكل فعالياته وكل معني، بجميع المؤسسات بجميع الفعاليات، كل معني بالدفاع عن الوحده الترابيه للبلاد. وهضر سيدنا على التعبئه واليقظه، وتكلم على انه كاين بعض الناس اللي مازال قلال اللي مازال ما فاهمينش وما مقتنعينش، خصنا نحاولوا نقنعوهم. باش غادي نقنعوهم؟ نقنعوهم بالحقائق. ولهذا انه الاستاذ نور الدين الحداد كيهضر بواحد القرحه كبيره، وفهم واحد مجموعه من المسائل. وغادي نخليكم مع مقطع مهم، ولكن ننصحكم انكم تزوروا القناه ديالو مفاتيح تاريخيه باش تعرفوا المزيد والمزيد والمزيد. ونخليكم الان مع الشطر المهم، وكيتكلم على واحد مجموعه من الكتب، واحد مجموعه من الاصدارات، واحد مجموعه من المراجع اللي فيها الحقائق. وقبل ما ندوز لك شيء، راه كاين واحد مجموعه من المغاربه اللي كيشتغلوا في هذه المسائل، وعلى اهميه الوثيقه في اثبات مغربيه الصحراء، وكذلك في الحفاظ على الممتلكات ديالنا. وهنا بغيت نستغل الفرصه ونسوق واحد النموذج اعتز به كثيرا، وهو الفاعل المغربي جلال بلوادي، كاتب السيناريو والمخرج، اللي مؤخرا تلاقيت به، هو صديق كبير، وتحدث لي على مجموعه من الاعمال ديالو، منها واحد فيلم وثائقي، فيلم وثائقي اللي تكلم عليه بعنوان سفينه الحقيقه. هو من خلال يعني واحد العمل، خلال واحد الحدث، يعني جاتو فكره ديال فيلم وثائقي باش يستعمل ذاك الحدث من اجل اثبات اولا مغرب الصحراء التي تحتاج الى اثبات، وكذلك الى الحفاظ على الممتلكات ديالنا. وداش هذا الوثائقي سميتو سفينه الحقيقه. والفكرة العامة هي أنه شكل جنوح السفينة الإسبانية بسواحل رأس بوجدور سنة 1784 حدثا تاريخيا بامتياز في علاقة المغرب بإسبانيا، حيث سنقف بشكل صريح من خلال الفيلم على اعتراف إسبانيا والتاريخ بسيادة المغرب على المناطق الصحراوية. انطلقت فكرة الفيلم من مجموعة من الوثائق التاريخية التي تضمنتها العديد من الوثائق، وجمعها كتاب الحوار التاريخي الكناري الأمريكي قسم كناريس وشمال غرب إفريقيا المجلد الثالث صفحة 54، والتي من خلالها نقف بشكل صريح وواضح على اعتراف إسبانيا بسيادة المغرب على رأس بوجدور في الصحراء المغربية، وذلك إثر جنوح سفينة صيد كناريا عام 1784 قبالة السواحل المحاذية للصحراء. ومن هنا تبدأ القصة عن هذه الحقيقة التاريخية المثيرة التي لا يرقى إليها شك ولا ريبة. وان شاء الله غادي تتيح لي فرصه، غادي نخصص هذا الموضوع حلقه كامله باش نوضحوها مزيان. والان نترككم مع تدخل الاستاذ الجليل والكبير نور الدين بالحداد. العديد من الكتب ما كتقراش، انا غنعطيكم غير نموذج بسيط. ملي كنت كنهضر كاستاذ وتنقول لكم انتم شوفوا معايا سنين، وقلت لكم وانا تنكتب ها أطماع ألمانيا في الصحراء المغربية بالحجة والبيان والعلم، ها مقال بالفرنسية نهار فرقعنا الرمانة ونجح سيدنا باش يكسر الصمت ورجعنا لإفريقيا الاتحاد الإفريقي، ها نور الدين الحداد كاتبه لو غون روتور دو ماروك جريدة ديال ليبيغاسيون 2017. ها مقال آخر نستحضر تلك السياسة التضامنية والجانب الإنساني الذي جبل عليه السلاطين العلويين
وكذا رعاياهم مع إخوانهم العرب والمسلمين. شوفوا احنا الأستاذ بلحدة نور الدين كيحاضر بخريطة كيوضح الصحراء الشرقية ومغربية الصحراء ديالنا بالحجة والبيان. هل من مجيب؟ هل المغرب اختار التوجه الإفريقي؟ هاين ها ها ماشي على اليوم عاد غنهضروا، ماشي اليوم عاد نبانوا ولا نبغيو نبانوا على الصورة ولا الساحة العلمية ولا الجامعية. هذه راه 40 عام من 83، 41 عام بالضبط. ها فين كنا؟ اسمعني القرن، شوفوا الناس الفرنسيين اش كاتبين علينا. ها نوت سيغ افني وايتبا عمران الشرفاء اللي رفضوا الجنسية الإسبانية اللي تعطاتهم في عام 1947 وتمسكوا بالبيعة العلوية ديال محمد الخامس. ومن استقلينا داروا الاحتفال ديال عيد العرش وعيد الاستقلال وتقتلوا فيهم الناس. سولوا التاريخ على بوعيدة، سولوا التاريخ على النضارات ديالو. ياك هادو الفرنسيين فين كنتو؟ اسمع القرن، ها الكتاب الاخر نوت سيغ لي تكنا، شكون نوت؟ ها هو مونتي فينسون. انا مكتوب هادو راه عندهم تقريبا، هذا في عام 1948 50 70 74 76 سنة هما هادرين علينا. ها هادشي اللي تيخص العالم يعرفوه في اللجنة الرابعة ونديروا لهم محاضرة. ها فين بغيتي تعرفنا؟ انا لا بتيت ايستواغ دو ماروك. ها الفرنسيين اش كاتبين؟ ارجع اقرا وشوف علاقة القبائل الصحراوية بالشرفاء السلاطين العلويين. رجع اخويا وخضر عويناتك شوية، واخا كتاب قديم ها هو ديال جول كامبو ايستواغ دو ماروك ضخم. ها وشوف وكتب وتأمل ودور لسانك مزيان عاد تهضر على سيادك. ها انا هالكتاب ديال اجي بي مارتان كاتخو سياكل ديستواغ ماروكين من عام 1504 لعام 1912 الحقائق التاريخية بالضهائر بالقياد بالبشاوات والعمال والفقهاء والعلماء والقضاة اللي كانوا كيعينوا العلويين في الصحراء الشرقية وفي الساقية الحمراء وفي واد الذهب وبلاد شنقيط المغربية. الكتاب صدر في عام 1923 70 90 97 101 سنة قرن وسنة. أنا عامر بالمعلومات فين كنا؟ اسمع القرن انت اكثر اخر الناس كاتبين علينا غولاسيون دو لومبيغ دو ماروك دو جيمس غراي جاكسون. ها انا سي عام 1836 في كنتو كنا اسياد كنا سبوعه وانتوما كنتو قروضه وضبوعه. هاد الناس ما شريناهمش ولا كريناهم باش يكتبوا علينا. ها كما قال الصديق ديالي على بيير دو سينيفال، انا غادي نحيي لكم على واحد الكتاب اللي خطير اسوار اينوت اي دوكيمون سور لو سارا ماروكان. ها هو الكتاب هذا في عام 1930 70 90 94 سنة الحقائق التاريخية ديالنا مجلد مجلد خطير. اه حنا جينا فيه غير على الصحراء الغربية المغربية ديالنا، شكون اللي كيقرا هادشي وكيجبدو؟ صعيب هادشي. اطروحات جامعية خطيرة هاد المسائل باش تعرفوا الحقائق التاريخية على الحقوق السيادية والقانونية
والدينيه والاقتصاديه ديالنا. نمشي معكم لكتب اخرى. المعسول ديال مختار السوسي الجزء الرابع، شوفوا معايا السيد مات شحال هادي، ها شو واش كاتب على الكاتب؟ مش على الشيخ ماي العيني الصحراوي نائب السلطان، ها فيك انتو في الصحراء السلطان عين هذا الفقيه في عام 1879 عباد الله، قبل نجيء الصبليون الصحراء وقبل ما تاخذ فرنسا الصخير الصحراء الشرقيه وتاخذ بلاد شنقيط. شوف الناس كاتبين هادو ماتوا الله يرحمهم، وهانتوما غادي تشوفوا غنقرا لكم غير واحد شويه باش تعرفوا واش الناس كاتبين. هاد الناس كانوا كيكتبوا التاريخ، باقي ما كاينش مشكل ديال الصحراء، ما كاينش القروده، القروده ناعسين مع فرنسا ديك الساعه. واتصل من قديم بملوك المغرب فكان يفيد عليهم بأصحابه من الصحراء، جاء وفد برئاسة الشيخ مال عيني عن مولاي عبد الرحمن 1274 هجرية 1858 57 هو كان في طريقه إلى الحج، وجاء عند سيدي محمد عبد الرحمن وعند مولاي الحسن وعند مولاي عبد العزيز ف مولاي عبد الحفيظ، وفي الدولة العزيزية أيام الوزير أحمد بن موسى بن أحمد كانت الدولة تهتز له متى جاء. كان السلطان مولاي الحسن يوليه عناية من اللي هبط براسه الصحراء، ويكفيك أن السفن المغربية كانت تتوالى على طرفايا وعلى الصحراء إعانة للشيخ بالحبوب وبالكسوة الفاخرة وبكل ما يطلبه الشيخ. إذا كان الشيخ يتمخط في الكتان فقد أصبح في عهد السلاطين العلويين يتمخط في الملف، الملفة ماشي حتى الملفة، الملف اللي غلا من الملفة، وفي الثياب العليا. ها قراو معايا، ها ماشي ماشي جبتو من راسي، تمتعوا وتمتع معايا السلوكي. تنظن بهذه المعلومات راه كاين هت، راه كيسمعني وراه غادي يحاول يقبطنا غير مشي زلة لسان وغادي. لا العين ما السين، شوف السين واخا تعيو ما تقطعو. اه السمارة الحاضرة الروحية والجهادية للصحراء المغربية للأسف ما تنقراش وما تنقراش لولادنا هاد الشيء، هاد الشيء بوتو هو اللي يكون في الجنة الرابعة. القبائل الصحراء الاصول ديالها والجهاد ديالها والثقافه ديالها وعلاقتها مع السلاطين. فيك انتو كنا في بلادنا. هالمعارك ديال جيش التحرير فيك انتو، واسمعوني وقراو وشوفوا، شوفوا على الجيره وعلى القلته وعلى الرغيويه وعلى الشاطئ وعلى بوجدور وعلى البلايه وعلى الجيره واحد وجوج وعلى تافودارت وعلى الداخله وعلى بوجدور الثانيه. ها فيك كنا في الميدان وبقى الدماء الطاهرة ديال ولادنا فين؟ في سلا مع الزاوية الصبيحية، وفي سيدي بوعتمان مراكش، ها وفي تادلة وفي الرحامنة. واش كيعرفوا الناس على أن المعقل ديال القبائل الصحراء كلها كانت مجموعة في الرحامنة؟ خطيرة هذه المسألة، والرحامنة غير حدانا. هذا الدكتور من الحداد ها سنوات هذه أكثر من 20 عام على الشرفاء المجاهدين العروسيين اللي كان مولاي عبد العزيز كيسافر لهم السلاح. واش كاين شي ملك تيسافر السلاح للاعداء ديالو اللي غيديروا عليه ترك وما كانوش من رعايا المخلصين؟ سولوا التاريخ على الشرفاء اولاد دليم اش داروا في عام 1906، سولوهم القروده ما تعرفوش هذا الشيء. شكون اللي كان كيعين القضاة من ولاد دليم؟ اما الا جيت هضرت على الاسياد الكبار الرقيبات اللي ذاق الحراره والمراره ديالهم الفرنساويين في عقر دارهم اللي خداو لينا مشنقيط، كانوا كيهبطوا من واد الذهب ويهاجموهم في تيجيك جاو اكجوجت وتيشيت والحوض
حاولوا يرشيوهم ويشريوا لا شرفاء كبار. صوروا التاريخ على اسماعيل ولد الباردي، على احمد ولد الحمادي، على علي ولد المياره، سولوا على الشيخ الجرب وعلى محمد المامون وعلى تقي الله وجهه، سولوهم وهدروا الوثائق وعطيو فرصه للناس اللي واعرين يقريو القروضه. انا اللي بغى يعرف جوانب وحدويه من ثقافه الصحراء المغربيه، الكتاب راه صادر في 96 وعبد ربي مشارك فيه بندوة، وكنا درناها في العيون باقي كان عقل. هاي انتم شوفوا مقاومه القبائل الصحراويه للتوسع الفرنسي الاسباني في سواحل الصحراء المغربيه 1912 34 ها في غندير صبعي ها الفراسه ها. باقي ما باقي ديك الساعه ربما هذا السلوكي باقي ما يلا باقي يدير الخروق في 96 وحنا كنكتبوا وتنالفوا وتنخرجوا الكتب. هذا الكتاب الجميل ديال الاتحاف ديال الشريف سيدي عبد الرحمن بن زيدان اللي هضر على العلاقات المتشعبه ديال محمد الثالث مع الدنمارك مع فرنسا مع روسيا مع اسبانيا مع ايطاليا مع صقلية مع افريقيا مع جورج واشنطن. خطير 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 خطير، كل وثائق وكل معلومات غزيره. واش هادشي ولادنا تيعرفوه؟ واش المنابر الاعلاميه ولا هاد المثقفين ديالنا كيجبدوا هادشي باش نسكتوا هاد القروضه 49 عام وهاد الدبانه الطنانه تضرنا في ودنينا؟ عطيو شويه فرصه للمثقفين ربما نقدروا نسكتوهم. راه تنقولها وتنعاودها، خمسه ديال المؤثرين واعرين في المغرب حركوا جهاز ديال الدوله خلوهم حايرين. دابا ندخل معكم ما تبقى، عييت شويه او سمحوا لي. دومير في الواقع والدكاترة في المواقع، حقيقة نقولها هو في الواقع مشى للأمم المتحدة وحنا خلونا الناس ديالنا غير في المواقع. واش هادشي كيوصل ولا ما كيوصلش؟ حنا كنديروا النية والعمل وكنتوكلوا على الله وعلى الروح الوطنية. أرى تشوفي يا دابا كما قال لك فيك انتو هذا القرض، العلاقات المغربية الأنجليزية من عام 1551 حتى عام 1900 كنا في الميدان أطبيب الحيوانات. أنا أعطيك دابا الفرصة الأخرى بالحجة والبيان الكتب ديال الدكتور نور الدين الحداد، أنا تنقولها لكم. التسرب الإسباني إلى شواطئ الصحراء المغربية فيه 100 وثيقة، تيقول لك أنا جبت الوثائق 100 وثيقة بالحجة والبيان، ما تنهضروش من الخوال الخاوي. نبدا معاكم بالملحق ديال الوثائق. أنا ما عرفتش واش يدور عندكم تشوفوا. وثائق من فرنسا واسبانيا وبريطانيا والمغرب، باش ما يقولكش واحد حنا كنلونو. عامره ها راس الحرب ديال الملوك العلويين مولاي الحسن، ها هو درت عليه كتاب والسياده المغربيه في الاقاليم الصحراويه. بغى السلوك يعرف الوثائق فين كنا، ها هي باش نوصل لكم دائما. إذا كان نور الدين تيهضر بالعلم تنقول لكم بالحجة والبيان.
41 عام ديال النضال الوطني وديال العلم النافع. ها شوفوا معايا واش غايبان لكم الوثائق ولا لا. هضرنا على الشيخ مع العينين، انا درت عليه كتاب، ها الخليفه السلطاني. اش دار هذا الرجل اللي عرضت عليه فرنسا النخيل ديال شنقيط كامله؟ قال لها لا، الجنسيه فرنسيه لا، نبني لك نبني لك مسجد وزاويه ومنزل قصر لا، ما كنخوش العهد. تخيلوا معايا هذا الرجل تنكر الدم العائله ديالو مع اخوه سعد بوه اللي طاح في الفخ ديال فرنسا. الشيخ من العين تيقول لا لن اخون العهد، والله واخا يشريوني ولا يرشيوني والله لا تنازلت على البيعه. كان كيصلي بالناس في الزاويه ديال السماره باسم سلطان المغرب، ونهار الجمعه كتقام الصلاه وكيدعيو باسم سلطان المغرب، وتحكم بالقضاء وباسم جلاله السلطان امبراطور المغرب. راه 13 زياره جان عند الملوك العلويين، بغينا نعرفوا القيمه ديال الشرفاء والمقاومين الصناديد الرغيبات. ها نوردي دار كتاب عليهم، فرنسا والرغيبات، من سياسة التطويع إلى سياسة الإحراق والتجويع. دائما دائما تنقول لكم على أن بالتوثيق وبالحجة والبيان. الشباب المغربي، واش عرفتوا هذا الكتاب ديال نور الدين الحداد؟ هذا وجهته لكم، وكنهضر مع الدراري الصغار اللي غادي يتحملوا المشعال مع مولاي الحسن الثالث، باش تعرفوا القيمة ديال الحجج التاريخية والقانونية على مغربية الأقاليم الجنوبية بالحجة والبيان. دائما كما كنقول لكم ملحق الوثائق، هذا راه العلم نتحاسبوا عليه، وتنتمنى تكون صدقة جارية تنفعنا يوم الحساب مع الخالق. فين كنا؟ كنا في بلادنا في الصحراء ديالنا. إلى جينا مع محمد الخامس، فين كنتو؟ محمد الخامس رفض يطعنكم من اللي عرضت عليه فرنسا، قالت ليه بعد من القروضة، بارك عليهم السلاح والمال، وكانوا كيجيو تيبيعوا يجيبوا سوليدين وتاخذوا الفلوس. تصوروا التاريخ على بو ضياف، على بن بلة، على بو خروبة، على عباس مساعدي، ها سولوه التاريخ على الباخره ديال ديني اللي جات الناظور بالسلاح. ها شكون اللي فرق عليكم وزع عليكم؟ شكون اللي وصل عليكم والمجاهدين؟ شكون اللي فتح الابواب باش يدربوا ولادكم في تماره في مراكش وفي اسفي وفي اكادير؟ شكون اللي عطاكم باش تصنعوا وعطاكم الارض وبنى لكم مصانع لي صناعة السلاح في بلاده؟ ماشي محمد الخامس؟ ها ماشي محمد الخامس اللي كانت عنده ايادي بيضاء على نيكروما وعلى باتريس لومومبا وعلى نيلسون مانديلا؟ ها رجعوا لليوتيوب وشوفوا هذيك الصوره ديال نيلسون مانديلا من تعيين من رئيس، وقال لهم حبسوا ما تصفقوش امام 100,000 في التيران ديال الكره، حتى يطلع معايا واحد الراجل المنصه، لانه هو اللي وقف معايا في الاستقلال. شكون هو؟ ماشي الدكتور الخطيب اللي كان محمد الخامس كيعطيه الملايين الملايين